ايه الموقف اللي لو شفت شخص فيه تضعف قدامه ما تقدرش؟ مرض يعني، ربنا يكفي كل الناس شر المرض. امين يا رب. ده يعني انا لو ألد اعدائي، مع اني معليش اعداء الحمد لله رب العالمين، لو ألد اعدائي مريضة وجع عشان صراعاتك مع محيطك. صراعاتي مع محيطي، بص انا عندي مشكله عامله لي، يعني عامله لي ازمه نفسيه في حياتي، ان انا طول الوقت بحاول ارضي كل الناس اللي حواليا، وبحاول ابقى انا يعني طول الوقت السفنجه اللي يعني بتمتص كل الحاجات، ففي الاخر انا اللي ببقى مسمم بقى. تبقى انت السفنجه المحطوطه وقاعده بقى بتنشع من كل الاتجاهات. فده من الحاجات، انا مش عارف هو صح ولا غلط اللي انا بعمله، بس انا يعني ما بعرفش اشوف حد متضايق وانا وما طبطبش عليه، يعني ما مش بعرف اعملها يعني. بس تطبطب عليه حاجه واشيل شيلته حاجه تانية. ما هو انا غصب عني وانا بطبطب عليه بقى الشيله بتقع في ايدي فبشيل معاها. ايه تاني صراعات في محيطك؟ صراعات في محيطي، صراعات ان انا ابعد عن الصراعات. يعني ان انا ما يعني ما بقاش جوه اي خناقات من اللي بتدور، بالذات في مهنتي. مع انك نكاش على الفيسبوك. لا مش قوي على فكرة، لا مؤخرا مش قوي. لكن لا يعني ساعات في حاجة بتستفزني، بس يعني بتبقى مستفز. عندك آراء كده لازعة ما بشوف وبتقولها كرباج. ما عشان بعرفش ألف وأدور يعني لازم أقولها مباشر، لكن أقعد ألف حوالين الحاجة وأقول حاجة إشارة ليها، ويا جماعة أنتوا فهمتوني غلط، لا أنتوا فهمتوني صح. ولو حد مش عاجبك بتتريق عليه. ما خلاص بقى كده يعني، انا الف وادور ليه يعني؟ يعني رزقي على ربنا سبحانه وتعالى، ما حدش بيرزقني. لسه ما اتعلمتش مش كل راي المفروض نقوله؟ لا هو انا بطلت اقول حاجه، لان انا لقيت ان الاغلبيه العظمى يعني ما عندهمش فكره استيعاب الراي والراي الاخر، ما عندهمش فكره استيعاب ان الدماغ دي رزق. ممكن انا اكون ما بفهمش يا عم، بس هو رزقي كده طبعا، يعني هتعايرني برزقي يعني، وممكن تكون انت حضرتك اللي ما بتفهمش، وانا مش هقدر اعايرك برزقك، بس سيبني انفس عن نفسي يا سيدي زي ما انا بسيبك تنفس عن نفسك، وانا ما غلطش فيك وانت ما تغلطش فيا، ونبقى حبايب وخلاص يعني. اتعرضت لصراعات كتير في بدايه مشوارك لدرجه ممكن يتقال عنها انه تم اضطهادك احيانا؟ دي حقيقه يعني، ده حصل كتير جدا جدا جدا. انا اقول لك على حاجه يعني قصه طريفه جدا، وانا عندي 17 سنه فروحت مسابقه كانت في مسرح الجلاء، فمسابقه الناس بتغني يعني وكده، فروحت لقيت ناس بتغني وحش قوي قوي يعني حرام بشعين. وكان في حد، كان في لجنه يعني حاجه زي المسابقات كده وبتاع، بس مسابقه تبع التلفزيون او تبع الاذاعه وبيعملوا بتاع. فانا افتكرت ان يعني اكيد دول بيهزروا، يعني اكيد دول مش مواهب جايه تغني، يعني اكيد الناس دي بتهزر، واكيد الناس واكيد الناس اللي عاملين يسقفوا لهم دول جرافيك. فاكتشفت ان دول وطلعت غنيت، حد سقف لي، واكتشفت ان كل اللي بيغنوا دول قرايبهم. اللجنه دول قرايبهم. فاللي هو قعدت عيط عيط هستيري صعب عليا نفسي جدا، اللي هو طب ما كنتش تقولوا لي اجي، طالما انتم يعني طالما انتم ناس مش كويسه، طالما انتم اسره مع بعضيكم، يعني خلاص يا جماعه طالما الرحله دي تخصكم ما تندهوليش. فصعب علي من لحظات الانكسار البشع اللي حصلت لي، واللي هو خرجت من مكان اللي هو ايه الناس دي مين دول؟